شهدت سنة 2018 العديد من المحطات والأحداث التي أثارت الجدل وصنعت الاستثناء عند الجزائريين. بداية عام 2018 كانت بحدث تاريخي لاقى استحسان المواطنين والطبقة السياسية والمدنية، حيث وقع الرئيس بوتفليقة على قرار ترسيم السنة الأمازيغية المصادف للثاني عشر يناير 2018 من كل سنة عطلة مدفوعة الأجر. بداية شهر مارس أطلق مجموعة من الناشطين على مواقع التواصل عبر كافة التراب الوطني احتجاجاً على الأسعار الخيالية للسيارات فيما يعرف بحملة خليها تصدي. 11 أفريل، الأربعاء الأسود، لم يكن يوماً كباقي الأيام عند الجزائريين. بعد سقوط الطائرة العسكرية اليوشين بالقرب من مطار بوفاريك العسكري، والذي خلف استشهاد 257 شخصاً بين عسكريين ومدنيين، الفجعة كان وقعها كبيراً في نفوس الجزائريين الذين تضامنوا ووقفوا وقفة رجل واحد مع عائلات الضحايا. قال لي، قلت له مع الأول أنا، قلت له ما تروحش محرز، مانيش حابة تروح. قال لي يقول لك حاجة، قال لي أنا حاسب لي ما شحنولي كلمة للخالي. قال لي ما شحنولي. 29 ماي 2018، اليوم الذي تفاجأ فيه الجزائريون بحجز 701 كيلوغرام من الكوكايين بميناء وهران في حاوية لحوم للمستورد كمال شيخي المعروف باسم البوشي. الواقعة أحدثت صدمة بين أوساط الجزائريين وأثارت تساؤلات محيرة. 26 جوان 2018، الرئيس بوتفليقة يفاجئ الجميع وينهي مهام المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل. مسلسل الإقالات يتواصل، ففي 4 جويلية أنهى الرئيس مهام قائد الدرك الوطني لواء مناد نوبة. 2 أوت، الفاف تعلن رسميا التعاقد مع جمال بالماضي لتدريب الخضر. 25 من أوت، وزارة الصحة تعلن رسميا ظهور وباء الكوليرا في الجزائر. 3 سبتمبر، الرئيس بوتفليقة ينهي مهام والي البليدة مصطفى العياضي بسبب رفضه الاقتراب من إحدى المريضات، ما أثار ضجة كبيرة. لا لا، ما تغلق، ما تحلوش الباب. أنا ولدي معوق، وين ما نطبطب وين ما نطبطب يخلقوا عليا البيبان. أنا رجلي مريض بالقلب، يخلص 3 ملايين دركا. إن شاء الله ترتاحي، وأنا نتصل بالجزائر، نتصل بالجزائر ونلقاو لك الحل تاعك. دابورتي يستناي قبل كلش، لازم تيا ترتاحي. 3 سبتمبر، وفاة الأستاذة الجامعية عائشة عويسات بمستشفى وركلة. الوفاة وسط اتهامات بالإهمال الطبي بعد تعرضها للسعة عقرب. تصريحات الوزير حسب اللاوي بعد الحادثة أثارت سخط الجزائريين، بعد أن أكد أن العقرب حيوان أليف لا يهاجم إلا إذا حس بالخطر. Le monde animal est un monde qui est gentil. En fait, l'animal ne fait pas de mal à l'homme. L'animal fait du mal à l'homme quand il est menacé. شهر أكتوبر كان شهر التغيير داخل قبة البرلمان، بعد أن تم تنحية سعيد بوحجة وانتخاب معاذ بوشارب رئيسا جديدا. 14 أكتوبر، أمر القاضي العسكري بسجن 5 جنرالات وعقيد، هم مناد نوبة، حبيب شنتوف، سعيد باي، بوجمعة بودواور، وعبد الرزاق شريف بسبب قضايا فساد وكسب غير مشروع. شهر أكتوبر كذلك عرف حادثة اعتقال شخصيات فنية ورياضية وإعلامية. 14 نوفمبر، تم تنحية الأمين العام لفلان جمال ولد عباس وتعيين معاذ بوشارب كمنسق لهيئة تسيير الأفلان. 30 نوفمبر، فريق بحث جزائري يعلن عن اكتشاف تاريخي مهم بموقع عين بوشريط بولاية سطيف، والذي يثبت أن ثاني أقدم تواجد بشري في العالم مركزه الجزائر. شهر ديسمبر كان شهر الحزن والحسرة لدى الجزائريين، والسبب قضية سقوط الشاب عياش محجوبي داخل بئر ارتوازي بالمسيلة وفشل كل محاولات إخراجه حيا، قبل أن تعلن الحماية المدنية عن وفاته في 23 ديسمبر.